دلوقتي معاكم. توك توك يا ابلة. الصفطاوي فين؟ في الصفطاوي. طب بالظبط الصفطاوي نفسها. طب اركب. على فكرة ابلة دي ملزمة استاذ شيف المصري صح؟ ايه ده انت عارف ازاي؟ ما بقولكيش ان انا سواق توك توك وكده، العبد لله متعلم يعني الحمد لله، بس ربنا ما يوريكي ان الواحد مرة واحدة فعلى صدمة وحشة قوي لما تلاقي الظهر راح منك يا ابلة، هتحس انك في غيبوبة. فلما ابويا راح بقيت انا اللي بصرف على اختي وامي، ولازم اجهز البيت برضه، ما ملاش غيري. ربنا يخليها لك يا رب. ممكن بقى توصلني عشان الحق الدك؟ عارف ان انا صدعتك يا ابلة. لا ما تقولش كده. تمام هنا كده يا ابلة؟ ايوه تمام هنا. اتفضل. خليها علينا بقى المرة دي بجد والله. بس دول كتير يعني على المشوار، انا حققتي 20 بس. دول خليهم يخلوا البيع عشان. ماشي يا ابلة. يلا خلص ابن الكارت. انا لسه ما استفتحتش يعني، وانت شايفني لسه طالع. لا يا بابا انت خدت دور من هنا. انا شايف. احلى مسا عليك. احلى مسا يا شباب. بالعقل كده ماشي على رجليك اخوك مع التوك توك. تعال. رايح فين؟ جيت لي من السمك، عايزك في مصلحه. مصلحه؟ اه. ما بشوفش من وراك وش اي مصلحه. اسمع. كل عيال صغيره تجيبوا لي ليك على ابن شغال فيه. كل عيال صغيره جيبوا لك؟ انا جاي لك في الدغري. يا عم 13. طب انزل يا كسلان. ازاي عشان تقفلت لي كده اليوم؟ الورديه شكلها هتخلص على كده. يا عم انزل يلا ما تبصليش. تصدق انت عالغه وفاء. امشي. واد ابراهيم. يا حبيب اخوك. توك توك كده اتجرح؟ لا يا عم عروس زي ما هو اهو. المهم عملت لي مصاريف الجامعه. جدع. امبارح سبت مع امك 1000 جنيه ودي 200، بس اهم حاجه ايه؟ تشد حيلك في المذاكره. عيب عليك يا اخوك. معلش انا اسف، انا فاهم تاني عليك. لا عيب عليك يا حبيبي. اخويا يا اخويا انا نهارك ابيض. رايح فين؟ الطريق الابيض. الابيض؟ بس الطريق ده مدغدغ. ها؟ معلش بقى. تمام هنا يابا؟ كام حسابك يا ابويا؟ خليها عليا بقى. حسابك كده يا عم. بقول لك خليها عليا بقى. سيبني انا الدخله دي. طب عفوا شوف التوك توك ده انا هقطعه امتى؟ ولا مؤاخذه انت اللي هتقطع لي بقى التوك توك؟ معلم عليك انت. بقول لك يا اخويا خدني لحد ما زيان بعد اذنك.